يسعد صباحكم ومساكم وكل أوقاتكم أحلى ناس بالعالم، جميع محبي ومتابعي عصام منير ومطبخه على قناتي على اليوتيوب مطبخ عصام منير وصفحتي على الفيسبوك والإنستغرام كمان. إذا كنتم من الأحباب الجدد اللي بيزورونا لأول مرة، أرجو أن فيديوهاتي تعجبكم وتعملوا سبسكرايب وشير وتضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل تنبيه جديد بأي فيديو جديد. قناتي وصفحاتي بيكبروا فيكم ومعكم، عشان هيك كتروا اللايكات والشيرات ليستفيدوا أصدقائكم كمان من الوصفات. بدي أذكركم إنه المقادير والمكونات موجودة لكل وصف في الفيديو وبصندوق الوصف كمان. وصفتنا اليوم مميزة زي كل وصفاتنا، خلينا نشوف مع بعض كيف نعملها. اليوم رح نعمل مع بعض البرازق الشامية. قبل مرة عملنا البرازق الفلسطينية وحطيناها بالفيديوهات تبعتنا، بس البرازق الفلسطينية تختلف عن البرازق الشامية. البرازق الفلسطينية بتنعمل بزيت الزيتون، البرازق الشامية ما إلكم إلا تجيبوا سمنة محترمة طعمها كتير زاكي. البرازق الشامية مش لازم تنقطع من البيت، طيبة كتير وتضاين معنا وقت كتير في البيت، ضيافة محترمة وطيبة، مع فنجان القهوة ما إنها غنى، مغذية وما فيها مكونات كتير. رح تتفاجئوا، دائما الناس تقول البرازق الشامية كتير بتغلب وصعبة، لكن أنا بقولكم مكوناتها كتير سهلة، لكن امشوا معنا خطوة بخطوة وتأكدوا أنكم معنا بكل تكنيك بنعمله، رح تشوفوا كيف رح يطلع نتيجة سهلة وسريعة وطيبة. عندنا الطحين زي ما احنا شايفين، طحين متعدد الاستعمالات. عندنا السمنة تبعتنا، برجع بقول استعملوا سمنة طيبة زاكية مش سمنة نباتية، ولو استعملتوا سمنة نباتية استعملوها وتكون بطعمة الحيواني. السمنة هي عنصر أساسي، هو البرازق تقريبا سمنة وطحين، فإذا استخدمنا السمنة طعمتها مش زاكية ما رح يطلع للبرازق طعمة بالمرة. نخفق ونحرك ونخلط السمنة مع الطحين، خلط كتير سهل، رح تشوفوا كيف رح يصير في عنا عجينة كتير متجانسة كتير سلسة كتير طيبة. ما تخافوا تقولوا الطحين أكتر من السمنة، اللي بيشوفها بهالمرحلة بيقول الطحين أكتر من السمنة ما رح تزبط، لكن السمنة هلا بحرارة الإيد بتدوب وبتشرب الطحين قد ما بدكم. شوفوا هالعجينة اللي صارت، أنا بضمن لكم إنها عجينة خيالية، عجينة كتير مرهمية، إشي خيالي. منغطيها ومنحطها بالتلاجة بعد ما انخلطت وصلت لهالمرحلة. هلا بدنا نعمل الخلطة اللي بتيجي عليها الطحين مع السمنة، اللي هي سكر مي ومعلقة صغيرة خميرة، وعندنا معلقتين قطر. أنا كان عندي قطر ملون فضفته، بس لازم يكون شوي تقيل. بنحرك مظبوط في إيدنا عبال ما يدوب القطر معنا. داب القطر وداب السكر، هلا من طول العجينة اللي عملناها من الثلاجة ومنرد منحركها ومخلطها، ندعكها كتير منيح. السر في البرازق هو الدعك كتير منيح، نضلنا ندعكها عشان يصير ملمسها كريمي، ملمسها صوفت كتير، وترجع تصير زي الزبدة زي السمنة من حرارة الإيد. بعد ما دكعكناها بنحطها فوق الخليط اللي عملناه تبع السكر والمية، ونصير نخلط ندعك كتير. برضه بهالمرحلة رح تقولوا اف هلا بتصير شوربة، لأن المية رح تكون أكتر من انتم بتتخيلوا، إن المية رح تكون أكتر من العجين. لكن هلا ما تخافوا على العجينة، رح تشرب كل المرق كل المية كل السكر، وتصير عجينة أكتر كريمية وأكتر مرهمية. خليكم حركوا، خليكم أخلطوا كتير، الموضوع شهي وسلس.
تأكدوا إن كل المكونات أو كل السائل انخلط بالعجينة وصارت العجينة نوع آخر. بس تنخلط برضه نقوم نحطها بالتلاجة، نعملها هيك طابة نكوتلها نحطها بالتلاجة. هلا بدنا نعمل السمسم اللي نحط على وجه البرازة، سمسم سكر نخلطهم كتير منيح. السمسم لازم يكون محمص ونضيف، نخلطهم ونضيف عليهم معلقتين قطر قد ما فيكم يكون تقيل، نخلط كتير منيح ومنوزع القطر مع السكر. السكر بس يحس انه في قطر رح يصير يعمل عملية التدبيق تبعت السمسم، مش سمسم على الحل. شايفين صار السمسم مندي حتى بلزق بالإيد. إذا لزق بالإيد كان كتير حسيت إنه يعني بلزق بالإيد كتير، حطوا معلقة مية. أما زي ما هيك هذا ممتاز، بلزق بالإيد بس مش بدبق. هلا العجينة نطلعها من التلاجة، ناخد قطعة قطعة. شوفوا العجينة كيف صارت، مرهمية كريمية، أحلى من هيك عجينة ما في. إذا حسيتوها بتغلبكم رشوا شوية طحين على الصحن أو على الكاونتر اللي بتشتغلوا عليه. قطعوها بحب اللي أنتوا بدكم إياها حجما. أنا دائما بعملها حبة صغيرة للضيافة أحلى وللأكل أطيب ومنظرا أشهر. في ناس تعمل حبة البرازة كبيرة، في ناس تعملها صغيرة. هون من كعبل نعطي الحبة الدائرية للبرازة. وهلأ بدكم تعملوا البرازة بس مع سمسم بصير، بدكم تحطوا بيجي فستق حلبي وبيجي سمسم برضو أفخم وأشلب. هلأ حبات العجينة زي ما احنا شايفين نخليها دائرية ونمسكها هيك، نكبسها على سؤال فستق الحلبي، هيعلم فستق الحلبي وعلى على وجهي، نقلبها ونحطها بالسمسم. هيك بتكون أخذت أول حبة ونعمل. هاي كمان مرة أول بتاخد إيدكم عليها بتصير سهلة بتصير أسرع. هاي أخذت وجه فستق حلبي ووجي سمسم. الطابة ما بنعمل فيها إشي، بنحطها على الفستق حلبي ونكبس، ونحطها على السمسم ونكبس كتير عشان ترق معنا. لما بنكبسها بفستق الحلبي بنكبسها عشان يعلق الفستق الحلبي مش عشان نرق الحبة، لكن لما بنحطها في السمسم بنكبسها كتير منيح عشان ترق الحبة ويعلق الفستق الحلبي. شايفين كيف كبرت الحبة ورقت. كمان مرة بالفستق الحلبي، علق فستق حلبي، بنحطها بالسمسم وبنكبس، هيها كبرت الحبة علق فيها السمسم. هي أول حبة، الثانية بتاخد إيدكم عليها وبتصير سهلة. بدي أروه لكم إنه البرازق دائما بنحط لهم ورق زبدة، ما بصير نخبزهم على الصينية بسرعة لحالها لأنه ممكن يلزقوا، وإحنا بنتركهم يبردوا في الصينية فممكن يلزقوا معنا ورح يكسروا لما نقيمهم. فلما بنخليهم على ورق الزبدة بنقاموا بكل سهولة بدون ما تكسر معنا ولا حبة، وسهل جدا. خبيزهم بنحطهم في الفرن حامي على درجة 180-170-180 لمدة 10-12 دقيقة لنشوف السطح التحتاني تبعها أخذ اللون هذا، وما منحمرهم هي بتكون هيك استوى. حبات برازة فش بعدهم مع فنجان قهوة مع كاسة شاي الصبح بكير، عصرونية كتير أكلة خيلة وكتير نوع حلو طيب ينعمل وخرج ضيافة. هيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت.
صحتين وحياتكم حلوة زي برازقنا. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل أكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بيستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.